بعد الكشف على جبل النفايات في طرابلس، قررت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرند نصار الادعاء على مجلس الإنماء والإعمار وعلى رئيسه نبيل الجسر سندا للمادة 60 من قانون أصول محاكمة الجزائية. وكان محامو تحالف متحدون ادعوا عليهما وعلى جهات أخرى في العام 2019 وفق ما أشارت المحامية لودي عبد الفتاح. أول شيء مجلس الإنماء والإعمار ممثل برئيسه الأستاذ نبيل الجسر. تاني شيء في عنا أحمد أمر الدين بكونه رئيس اتحاد بلديات الفيحاء طرابلس، وكمان عنا شركة AMB سابقاً، وعنا شركة باتكو ممثل برئيسها يحيى نور الدين الباش، وشركة AMB ممثل بشادي أبو مصلح ورانيا أبو مصلح. ورجعت النيابة العامة ادعت على شركة دار الهندسة وشركة دي بون كونسرت وأنطوان أزعور وأنطوان معوشي ونزيه طالب وغيرهم مما يظهروا التحقيق. هلا نحن لما تقدمنا بالشكوى بال 2019 كان هو تحول على المفرز القضائي بطرابلس، وانت بتعرف بكونهم يعني كانوا يعني انه شخصيات مهمه ما كانت اكثرتهم يجوا على التحقيقات، بشكل العمليه عم تماطل، ورجعت اجت ازمه الكورونا وكمان اجت اعتكاف القضاة بشكل تاجلت. بس لما صار الحريق بجمل نفايات طرابلس ها صاروا الشعب انه صار في خطر محدد على مدينه طرابلس، ها رجع القضاء اتحرك، والقاضي سمرلاندا النصار قاضي التحقيق الاول هي كانت كثير متعاونه معنا انه مشان تدرك الخطر المحدد بمدينه طرابلس. وكانت لجنه الصحه والبيئه في نقابه اطباء طرابلس قد أقامت ندوة علمية فصلت فيها الأضرار الناجمة عن المطمر. إننا نعيش في زمن خارج عصرنا، فالعالم يتقدم ونحن نناكس جبل نفايات يحترق كل عدة أيام وينشر سمومه على المدينة التي يقطنها نصف مليون إنسان. سيحاسبنا التاريخ وسيدعو علينا المواطنون الذين يتنفسون السموم، فكلنا مسؤولون من نقابة أطباء ومجتمع مدني وبلديات ومجلس إنماء وأعمار ونواب المدينة ووزرائها. كفى استهتارا بالمشاريع التي تنفذ بشكل سيء في طرابلس، فهذا الجبل يلزمه معالجة علمية صحيحة وهذا الأمر لا يتم، لذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ضرورة معالجة الانبعاثات الغازية بصورة علمية وأسرع وقت. ثانياً، ضرورة إنشاء لجنة بيئية مشتركة تكون مهمتها متابعة هذا الملف للوصول إلى حلول سليمة وصحية. ثالثاً، لابد من العمل على تأهيل المطمر الموجود من الناحية العلمية والبيئية. وتختم الأستاذ عبد الفتاح عن الدعوة بالقول إن من يتلكأ في التعاون مع القضاء في هذا الملف لن تتردد القاضية نصار بإصدار مذكرات توقيف بحقه. إذا بحال ما تجاوب أحد من أي أطراف وصار إنه انفجار بجبل النفايات، هني كليته حيطلع فيه مذكرات توقيف. يعني الرئيس سمرلاندا حتصدر بكل الأصدار مدة على كل الأشخاص المدة عليهم مذكرات توقيف.